بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو نقول لكم ما هو الحيوان الذي ليه قوة جدا أو كبيرة، ليه كبيرة جدا في الشهوة، يعني عنده قوة كبيرة جدا للغاية. طبعا هنقول لكم هذا الحيوان الغريب والحيوان العجيب جدا، يعني حاجة ستتعجب عليها سبحان الخالق العظيم. وطبعا هو الحيوان اسمه الدولفين. طبعا الدولفين ده من احسن الكائنات في البحر، الذي يعني اليف جدا جدا، يحب الانسان للغاية. طبعا لو لقاك انك قربت تغرق يعني بينقذك، وعلى طول يعني، مش زي القرش، مش وحش يعني، يعني كويس جدا جدا ومفيد للناس اصلا. وهو الإجابة هي الدولفين. وبس كده، هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.